مدد يا أم هاشم. سيدة بدوي يا رب. شلبي أهو قدامي، أضرب يا فندم أضرب. الأوامر اللي عندك إيه يا جندي؟ ضبط النفس. صابر الصعيد 96 ساعة، مجدي القاهرة 72 ساعة. ايه مالكم؟ هنوصل بيوتنا على الخبر في الجرايد والراديو، ضرب معامل بترولي زيتية. والله يا فندم الواحد مكسوف يروح لأهله، تلامذة في المدرسة أقول لهم إيه؟ إننا واقفين ساكتين؟ ما احنا لسه مدمرين لهم إيلات، أكبر مدمرة في وسطهم، مع إننا بنبني من أول في جيشنا اللي خسرناه سنة 67. أرام جمهورية عطار يا أرام. بصي نشروا لي المقالة يا ماما، أول مرة يكتبوا اسمي. مبروك يا حبيبتي. نبيلة عويس. حلو قوي، بس برضو صغير. معلش ده عشان أول مرة بس، ده بنسميه بونت 9، وبعدين يكبر ويبقى في الوسط هنا يبقى 12 زي ده، وبعدين يبقى 14 زي مالك يا بنتي؟ في ايه؟ دي الحتة اللي فيها مجدي. ألف شين ألف القاهرة. تبعنا صرح متحدث عسكري بأن العدو الغادر خطوة صباح اليوم. غادر ايه؟ ما عاوزين نستأذن. تعرفين من زمان؟ مين؟ العسكري بتاعك مجدي؟ كنا بنلعب مع بعض واحنا عيال ولاد حتة يعني. الأنباء الفرنسية سيناء في 27، يعلن المسؤولون محاصرة النيران التي قامت في الصهاريج. بتحبيه؟ خطيبي. صباح الخير. صباح النور. مش كل المخطوبين بيحبوا بعض، ولا كل اللي اتجوزوا حبوا بعض. الله، بيظهر كل الضحايا عمال مدنيين ورجال إطفاء. مبروك المقالة يا نبيلة. الله يبارك فيكي. مدنيين؟ بس ده ممنوع. مفيش ممنوع في الحب ولا في الحرب. اتفضلي. الله، سيادة الرقيب شخصيا؟ مش معقول. اهلا 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 وسهلا. اهلا. وكمان جايب المقالات في مكتبي بنفسك. انا قلت اجي ادردش معاك شويه. شلت حاجه؟ حاجات بسيطه. مش عادتك. على كل حال يا سيدي نستحملكم شويه اللي من دول. مبروك المقال. متشكرة. نشر الاسم أول مرة له فرحة كبيرة، والمقال متوظف كويس قوي. بس في حاجات كتير مشطوبة مني. والله العظيم ما أنا اللي جالي فوتته زي ما هو. ما احنا قعدنا صياغته طبعا، عملنا له رغاية لزوم الصحافة. بس الأجزاء المهمة هي اللي اتشالت. كده المقال بقى لطيف قوي. المقال كده ما بقالوش قيمة. غيرك بيقعد سنين على اسمه ما ينزل على أي موضوع. أنا قعدت 4 سنين أنشر من غير توقيع. قالكوا انكم ما تعبتوش زينا، كل حاجات سهله جدا بالنسبه لكم. لو كنتم ممكن ادخل؟ مين؟ الفنانه المتالقه رائفه منصور. اهلا. صباح النور. اتفضل. صباح الخير. صباح النور.
طيب نأجل دردشتنا احنا. طيب يا ابس عن اذنكم. لا استنى يا نبيل. حاضر. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ ميرسي. أصلي مسافرة بكرة. قلت أفوت أسلم عليك. مسافرة بكرة؟ لازم بيروت بقى. لا الجبهة. هنزور الجنود هناك. ياه ده خبر الموسم. لحظة واحدة. ألو؟ اديني مطبعة وحياتك. أيوة صفحة الفن؟ آه انجمعت جامعة وكبست كمان؟ طيب يا أخي متشكر. آسف جدا. لا يا نبيلة استني عايزك. بكرة نزلك الخبر وصورة هايلة معاه. متشكرة أوي. إذا هيلي يرجع بالسلامة. يا خبر تبقى خسارة قومية. الاستاذ مجدي عايز يا نبيله. خليه اتفضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا اهلا. ها يا بطل. اهلا بيك. دي نبيله كانت قلقانه عليك خالص. اتفضل. لا معلش يا اصل اجازه قصيره. والاخبار اللي سمعناها دي صحيحه؟ ايوه صحيحه. على كل حال انت صحتك احسن المره دي مش كده؟ برضه خاس. بتبعد عنك الحسد يا سيدي. ثانيه واحده اجيب شنطتي. طيب نبيلة. نعم. في فيلم عم بتنام يوم الحد إذا حبيت تروحي. متشكرة. عن إذنك. اتفضل. لايقين لبعض قوي. لايقين لبعض قوي. عندكم بيطفوا نور ولا زينا؟ يعني الخسائر كتير. حرب. حرب. حرب مبنية أساسا على العلم. واحنا هنا بننشر موضوع عن قراية الكف والفنجان. احنا لازم نواجه الاستاذ راجب التهريب ده. انا شخصيا موافقة. يلا بينا. عن اذنك. يو نسيت الشنطة. غسلت وشي وفت عليك. كان نفسي اخد حمام مية سخنة. المية ساعة هارت بدني. تعال نشوف عنده ايه. ريم ايه رايك؟ متشكر. بكام يا ريس؟ بجنيه. ليه؟ 50 قرش كفايه. السلام عليكم. يلا تيجي نحكي الشقه هنا. تلاقيها اتأجرت وهي أرض. وحشتي. وأنت كمان. طب إيه رأيك في العمارة دي؟ هايلة. بس دي عايزة مليونير. إيه ده؟ يا ساتر. مالك؟ ده طرش ده. مش وحش. لا اصلك ما دقتيش الليفت بتاع ام صابر. الواد صابر الصعيدي ده عليه حته ام. الليفت يطلع من تحت ايديها زي السكر. ولا الوزه اللي بتبعتها لنا كل شهر. ست عظيمه. سهرات القاهره. سينما الاهلي غازيه من صنبار. سينما الشر عائله فرانكنشتاين. النص لا لا ليس مع زوجتي. فعلا افلام حرب. بكره يبيعوا طرشي في المقاله الممتازه اللي كتبتيها. يلا بينا. بس المقاله بتاعتك فيها حاجات ناقصه كتير. قلت لك ان الاستاذ راجي غير في المقاله. مع ان الراجل ده ابتدى بدايه كويسه جدا، لكن دلوقتي فاكر ان الصحافه شغلتها التبرير. حسبي. الحكومه تصدر قرار يروح كاتب مقال يحبزه. تيجي الحكومه تلغي القرار ده برضه يروح هابد مقاله يحبز فيها الالغاء. سيبينا من السيره دي. انا مش واخد اجازتي عشان نتكلم على المحبزات بتاعكم ده. ازاي اصحابك؟ ماهر وشلبي وصابر. كويسين. ومحمود مراته ولدت؟ لسه.
مش راضين يسيبوا السويس رغم الضرب المستمر يوميا. طب كل اللقمه دي. كل حضرتك ده بيتك. يا اخويا كل. خد يا محمود شايب اللحمه المفرومه. اسمع ده مكان واحد يا وحش. ايوه المكان الفاضي هناك اهو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل شاي. بعدين في الصوت ده عوض. هو مش معقول كده نايمين في سوق خضار ولا قوم يالا قوم قوم سياده القائد. ايوه انا على مين. تمام يا فندم. ماهر سمير حصلوني. مطلوب معلومات دقيقة عن مواقعهم الجديدة اللي ورا الساتر الرملي. وترجعوا قبل أول ضوء. مدفعيتنا هتضرب في الوقت ده. طب وضبط النفس يا فندم؟ انتهى. ترجعوا قبل أول ضوء. محتاج اضرب يقول لك عليك بضبط النفس. الضبط نفس قال الواحد يظبط ساعة يظبط حرامي انما اظبط نفسي. طب فين؟ اهو معمل التكرير اللي ضربوه ده. كنت في اي مكان في السويس ابص الاقيه في الليل في النهار زي الفنار. بحس جواني بيتي واللي كان يسمع الإذاعة ولا يقرأ الجرايد قبل النكسة كان يفتكر إن إحنا تاني يوم هنكون في تل أبيب ولا ملصقات الكاريكاتير اللي كانت متعلقة على الحيطان رسمين إسرائيل حشرة صغيرة تحت رجلينا.
اخوانا ناموا زمانهم راجعين، والواد سمير اللي لوكع حبتين تلاقيه حاود على جمعيه تعاونيه يشرب حاجه ساقعه. يا ابني حياه البني ادم مننا مكتوبه بس على قفاه، زي الموت والحياه والرزق. طيب انا مالي اللي قبلنا قالوا كده؟ انت هتعمل ايه؟ احضر لهم شاي. اتاخروا. توجه كافة مواسير المدفعية تجاه النقطة القوية. الناس دول بقوا أسطورة العصر. ايوه بس كل بلد لها ظروفها. احنا كمان ممكن نكون زيهم. صرح متحدث عسكري بان العدو الاسرائيلي قد قام فجر اليوم باطلاق مدفعيته ونيران دباباته على بور توفيق والسويس والشط، ولقد قامت قواتنا بالرد الفوري عليه وتمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المروحية للعدو، وقد استشهد من جانبنا جنديان وثلاثة. بتشتاقي له وهو مش هنا؟ طبعا. ميزة إنكم ده وعيبه في نفس الوقت هو الاندفاع والخبرة، لدرجة إن طول العشرة بين ولد وبنت بيعتبروها حب، وهي في الحقيقة مجرد ألفة، والحب بيصمت، إنما الألفة بتبقى عاملة زي حاجة سخنة اتعرضت للهواء وبتبرد شوية شوية. آه
يوسف سلامته واقف ازاي؟ ده تلاقيه كان زي الغزال قبل ما يتجوز ويخلف. يوم حسبوها بالمليم، هو مرتبه كذا وهي مرتبها كذا، تعكزوا على بعض، الولاد كتروا والعيشة بقت نار والحب اتنسى، ما بقاش في وقت للحب. عجبك الحتة اللي انت عايشة فيها دي؟ مش وحش. انا ممكن ادبر لك شقه في مكان احسن من ده. يا ريت. انا برضو لي اصحاب مهمين قوي، يهمنا ان صحفيه لطيفه وحلوه زيك تستريح. ميرسي. في طلب اهم يا ريت حضرتك تحققه لي. طلبك امر. عايز اسافر الجبهه. جبهه؟ اه، مراسل حربي. عمرنا ما سمعنا عن واحدة من الجنس اللطيف عملت مراسل حربي. أرجوك يا أستاذ راجي، ما يخلصوا مراسلين الرجالة الأول. طب على الأقل فكر. قول إنك أنت عايز تبقي جنب العسكري بتاعك. تصبح على خير. جيش ملك. ادي واحد طار. هرتنا يا محمود، هرتنا. تعذيبي ادي اتنين. قول شوقي ونرا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 ر
محمود. محمود. ايه؟ مين بطل حرب طروادة؟ بطل حرب طروادة. من كم حرف دي؟ 12 حرف. اه. فريد شوقي. ان شاء الله تنهرس. وانا متخصص. يا ظلمة يا ابن هاني. الحريف عليكم. الحريف تتغطى. لا تتغطى يا محمود. انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ وانت محمود ازاي يا جدع؟ ايدك وخدها. اهلا ازيك يا كمان؟ ايه؟ يا سنة سوخة، هو في قطط هنا ولا ايه؟ ايه الخرابيش دي؟ خلاص مفيش ضبط نفسي بعد كده، يضربونا نضربهم على طول. ايه دي؟ شامم ريحة الوزة راحت. ده يا وحش زيك. ايه دي؟ من وانت مين في الطيران ده؟ لا ده زميل جديد سيبك منه، تعالى تعالى. طيب طيب تعال الحكومة لغت من عندنا العمودية وجابت لنا نقطة. وازاي الست الوالدة؟ كويسة بتسلم عليه. بس؟ اه. يعني الست الوالدة ما بعتتش معاك حاجة كده ولا كده يعني؟ كده ولا كده يعني؟ ايه؟ ايه؟ بعتت. بعتت لكم رسالة شفوية بتقول لكم شدوا حيلكم وتسطروا على العاد الاول. يعني هي صاحبة الوزة والفخامة العزة. ايوه ايوه. ايه؟ عزة وزة فخامة ايه؟ انت عامل صعبة ده انت الوزة. الوزة. ايه بقى استمالكم مع دي خلقاتك؟ ايه ده ايه ده يا صابر ايه ده؟ الله. احنا قصدنا الوزة اللي بتبعتها لنا ام صابر في كل اجازة. اي. ام صابر حاف. الست ام صابر. اه. الست ام صابر. أم جريت ورا وزة من الوزات عشان تذبحها لكم. أه؟ الوزة عزت. كده قالت ما ياكلونيش أبدا ولاد الإيه دول إلا لما يحاربوا. الوزة قالت كده؟ أيوه. وزة بتتكلم يا كداب. الوزة عندنا في الصعيد بيتكلم يا أخي. آه دي حاجة تانية بقى. يا عم أنت تلاقيك وأنت راجع من القطر أكلتها. أبدا والله أنا لما جعت جبت بطين وسميطة وجرجير. وفجر. أيوه. ايوه فين؟ وكوباية شاي. يا سلام. رجعتهم بترخى. الله الله. صابر انت ما درتش شيء؟
اعدام يعني اعدام. ايوه ايوه يا بي هو وقع على الارض. اخواني يا مجدي. ايه يا بي بالوزه يا بي مجدي. ايه مجدي. ايه يا ناس اديني شرف رفع الوزه ارجوك ارجوك. ميه بيضة الوزه وصاحب الوزه بالراحه يا ناس. بالراحه يا مجدي حياه ابوك. بس انت ما تزعلش نفسك. وانت عاوز ايه؟ صدر ولا ورك؟ عايز الوزه من غير ورك. نعم قصدي الورك من غير وزه. اه اتفضل. تكرم وصاحب العزه. انا عايز اي لحمه بيضاء في العالم. اتفضل. وانت بقى عاوز صدر ولا ورك ولا كل الوزه؟ لا بطل تفاصيل. بس اهو. وصاحب الوزه؟ بالراحه مجدح يا تابوك. بس انت ما تزعلش نفسك. السلام عليك. صابر. الحمد لله على السلامة يا صابر. سيبني في حالي يا سلبي دلوقتي. بالراحة مجدح يا تابوك. حاضر. منابي منابي. انت عايز منابك؟ نصيب الأسد يا شلبي. ده نصيب الأسد. يلا يلا. خد حتة. منابي فتلة. يا سلام لو الواحد أبو فرارجي. نجيب حتة. اتفضل. زينة. شارك يا دفعة. ده الوز بتاع الست ام صابر. يمكن قرفان يا اخي. قرفان يا جدع. سيبه يا صابر. الله تعالى. قرفان يا دفعة. سيبه يا صابر. طيب. فضلوا وز. فضلوا وز. فضل. تاخد فتلة يا اخ يا ساكت. مالك يا سلام؟ الواد مراية. انت الدوشة اللي انت عاملها على الصبح دي انت ولا ما تشخطش فيه. الله ارجوك يا سلام ده ابني لازم اربيه. الو ايه يا اخويا؟ المده بتاعتك لسه ما خلصتش. كلنا كويسين ونسلم عليك. بس بقى ادي مده. حلاوتك دي؟ الله معقولة؟ انت ولا عفريت. انت ولا عفريت خالص. انت ولا عفريت. هاتي بوسه. تعالي. لا اوعى. تعالي. حاضر. سيبك منه. معيش ياكل من اللوز ليه؟ يمكن مالوش نفس يا اخي. معيش تاكل من اللوز ليه يا جدع؟ يوه. طب والله العظيم لا اكون ضاربه. اه طبعا يا طب يا كاسم لو ضاربه. ده معقول ده؟ من عندهم على السويس. على السويس.
سلام. سعيد ما شفتش امي؟ لا. طب ولا مراتي؟ متهيألي شفت مراتي. وامي؟ ما شفتهاش. سلام سلام. انا اسمي سلام. سلام سلام سلام. وقراية الفنجان، مع اننا عمالين نقول العلم والدولة العصرية. دي حاجات للتسلية، واي جورنان فيه جانب للترفيه. المشكلة ان في ناس بتصدق الكلام ده، وفي جوابات جات لنا بالمعنى ده. يعني ما كانش حد غلو، كل دولة تعين لها فلكي مخصوص يقول لها السنة دي نحارب يوم كذا عشان النجوم بتقول اليوم سعيد الحظ. ظريفة اوي الطريقة بتاعتك دي. يعني الدول الكبرى بدل ما تخطف من بعضها علماء الذرة والكيمياء تخطف المنجمين وبتوع المندل. برضه حلوة. كويس؟ ألو؟ أيوة مين عايزه؟ أهلا أهلا. إيه يا كاتب يا كبير؟ بقالك مدة طويلة قوي ما بتزورنيش. لا يا شيخ. اوعى تكون نسيتني، اموتك. الكلام ده ما ينفعش. اوعى تكون في واحده تانيه، ازعل قوي. ابعد عنه احسن، دول متعبين خالص. اوكي يا حبيبي، استنياك بالليل. باي باي. مع السلامة. وانتوا بقى داخلين مع بعض كده اتفاق؟ ايوه كده. استني انت يا نبيلة، استني شوية. نبيلة انا بعزك جدا لانك بنت ممتازة وموهوبة، انت مش زي الولاد دول، عشان كده انا اخترتك تعملي ريبورتاج مصور كبير قوي هنسميه القاهره بالليل. فوتي على السكرتاريه وانت خارجه عشان تاخد تصريح التصوير. متشكره قوي. اتفضل. دول اوكي ودول لا. دول لا. ايوه. مش فاهم عاوزين ايه الولاد دول، واخدين فرصه كويسه جدا وهم لسه صغيرين. سلامتك. يا ما ربيتي توجعني كده من ابو متهزم، والالم بيزيد لما تعكن. هدي نفسك يا حبيبي.
لسه ما طلعوش من البيضه وعايزين يفهموني شغلي. انا صغير كنا ساكنين في اوضه واحده، المطبخ ودوره الميه. في الجامعه ياما قمنا بمظاهرات وطردنا واتهنا. ايوه كنا بنهتف لمصر. شيء مكتوب مقدر ومكتوب. بره قبل ما ياخدوني الجيش كان عندي مشوار لحد المركز، وطالع انا من بلدنا كفر شلشلامون شرقيه عارفها انت، وبدل ما امشي لمحطه الاتوبيس على الطريق المتسفلت حكم بلدنا فيها طريق متسفلت، شيء لا يخلاني كده اخرم ما بين الغيطان انا مشيت كم خطوه ودي راحت طالعه لي من بين عيدان القصب، وفضلت تتقصع يمين وشمال شمال مكتوب لي بقى هنا اني اغير طريق الاسفلت علشان اشوفها حاجه كده. ايه هلم هلم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. امال صابر فين؟ مش عبر معاك؟ زمانه جاي ورايا. المره دي قربنا منهم، كنا جنب اسلاكهم الشايكه زي الغول. دشمن اللي قتلت امي زي الغول، ردة في الصحراء زي الغول. يعني ما جرالهاش حاجه ابدا؟ عصي على المدفعيه، تمنيت لو كان بيدي ادمرها وانتقم للمعمل وللسويس ولامي والبلدنا كلها. صابر الحمد لله على السلامة. مالك؟ أنا شفت المدفعية بتاعتهم قلب ترجف، حسيت بخوف على الولد عندي في المدرسة.
وعلى امي. اشرب. ايه؟ انتوا بلمتوا كده ليه؟ ها وبعدين؟ وبعدين؟ بعدين ايه؟ الهلمة لما خرجت. ايوه وانا راجع من بلدنا اللي هي كفر شلشلمون مركز منيا القمح شرقية. حفظناها يا سيدي، يعني كنت راجع من باريس يا خي. اجدع من باريس. الفدان في باريس بيرمي كام قط؟ ها؟ استنى. وبعدين شلبي شلبي خلصني. وبعدين مدريد لو لقيت نفسي عادل البندقية على دماغها. ما هو مكتوب لي اني ما امشيش في الطريق المتسفلت. يخرب عقلك، قتلتها؟ من طخة واحدة. خلصت. وعملوا فيك ايه؟ مين دول؟ الحكومة. الحكومة؟ يا ابني دي حية. حيان. ايوه حنش. وكتاب الله حنش. الله حنش. ومشي يتلولو حبش. حنش. يا بني ادم. يا بني ادم. وبعدين وبعدين. يا بني ادم. احنا سكتنا اهو. لو انت جدع بقى قوم سكت ولاد الكلب دول.
هتريحك قوي الرملة دي يا حبيبي. دنيا غدارة، أي عضو مريض بيعكن على الجسم كله. لما كان عندنا الصحة والعافية كانش معانا فلوس، كنا محرومين من كل حاجة. دلوقتي بقى معانا فلوس وراحة الصحة، بقينا محرومين برضو. ولا العيال بتوع الجرنان اللي لسه ما طلعوش من البيضة. يا حبيبي ريح نفسك، اعمل لهم فركيشة. فركيشة؟ شوف أكترهم جعجع وكسبوا معاك، صوروا لفوق. الحكومة بتعاين ما تطردش. مش قصدي، صوروا لفوق، ارفع له مرتبه، اديله أكتر من اللي يستاهله، هيغيروا منه أصحابه، هيبتدي كل واحد يراجع نفسه، ويفكر إزاي ممكن هو كمان يتطور لفوق، وكل واحد هيفكر لحسابه الخاص. ولو على حساب التانيين وخلاص. مكتوب له يموت. جاي تعمل ايه يا ابني؟ لو دماغك قد السمسمه برضه هقنصك. ليالي القاهرة. اسمع يا سيدي، مندوبتنا تطوف بأنحاء القاهرة في مغامرة مثيرة، ليالي كاملة تسللت فيها نبيل عويس إيه؟ إلى ملاهي القاهرة المليئة بالعشاق والبغايا واللصوص، وتلصصت فيها على بيوت أهل الفن. بصت عليهم من خرم الباب. وريني. رئيفة منصور، سكون الليل هو وقتها المفضل للقراءة. رئيفة منصور ده موضوع برضو يا نبيلة. وانا ذنبي ايه؟ شوهولك الموضوع طبعا. لو استمر الحال على كده مش هكدب، دي فيها اساءة ليا والاسم. ما تزهقيش، توقفك معناه ان واحد تاني مش كفء او انتهازي هيملى مكانك. عبر الممر اللي بيننا وبينه وواجهيه بصراحة. طلبت مقابلته فعلا وقال انه هيبعتلي. اخر الاخبار اشتباكات بالمدفعية الليل كله وعلى طول الجبهة، وآخر الإشاعات تغيرات مرتقبة بالرؤساء مجالس إدارة الصحف والغزل والنسج وربما النقل العام والله أعلم، كما رقي السيد مسعود رئيسا للقسم مع زيادة مرتبه 30 جنيه. الأستاذ راجع عايز سيادتك. أيوة يا عم، 30 جنيه مرة واحدة، يا بختك. مش علاوة ليا، ده افساد للذمه. ماله الموضوع؟ مثير وظريف ومقروء. طب اقعدي شويه. الو؟ ايوه يا فندم. الو؟ ايوه. حاضر 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 حاضر. مع السلامه. ايه اللي مش عاجبه في الموضوع ده؟ كله. اولا الكلام عن الخبازين وعمال المصانع وبتوع الخضار وعمال النظافه وبياعين الصحف، كل ده اختصر في حته صغيره جدا. وبعدين في حاجات اضيفت مش صحيحه زي الصوره دي. ده اعلان تحريري مدفوع ثمنه. ويتحط في موضوعي انا ليه؟ وهنا الصوره دي انا كنت كاتبه تحتها: من يسهر حتى الفجر هل يعمل في النهار؟ مكتوب هنا: يستريحون من شقاء العمل الجاد. العكس على طول. انت ضمن مين ده ولا ده ولا ده؟ تعرفي ده مثلا يبقى مين؟ شوف يا نبيلة، تقدري تهاجمي لو عايزة تهاجمي، يعني فيلم السينما، موظف مصلحة المجاري، مدرس غلبان، اي حد، بالشرط تتأكدي إن ملوش ظهر. أستاذ راجي، إذا سمحت من هنا ورايح، المواضيع بتاعتي هتنزلها زي ما هي يا ما تنزلهاش خالص. أي أمر أخرى؟ متشكرة.
سنة ونص بالكتير سنتين ويعدوا. سنتين ويعدوا؟ الحياة كده. حياة ايه؟ هو احنا عايشين الحياة دي؟ احنا بنتفرج عليها وبس. انا معاكي معاكي يا إلهام، بس لازم نستحمل. بقينا 3 سنين عايزين نتجوز ومش قادرين. نص مرتبك الصغير ضايع على السكن، ونص مرتبي الاصغر ضايع على اخواتي. بناكل الضروري جدا وبنلبس الضروري جدا، والعمر بيفوت. العمر الصغير ليش نفكر في بكرة؟ اعتمدوا على العنصر البشري. كنت أتمنى أن الطيران هو اللي يقوم بالعملية دي، لكن كل سلاحه له وقته. خلوا بالكم لأن الدشمة حصينة جدا. أنا من رأيي تستعين بعوض. تمام يا فندم. موفقين بإذن الله. في الأول مدفعيتنا هتمهد لنا الطريق بقصفة قوية جدا. هنستفيد من كده حاجتين. أول حاجة إن كل أفراد مراقبة العدو، حاجة أي ألغام في سكتكم هتفجرها قصف المدفعية. في نفس الوقت المدفعية البعيدة هتضرب على مدى بعد الدشمة، يعني هنعمل ساتر من النيران وراهم، ده هيمنع عنهم أي إمداد. واضح؟ العملية خطيرة جدا. اجمد يا بلدية اجمد. موفقين ان شاء الله. ما تخافش يا عوض، كله مكتوب. انا عايز منك خدمة، اؤمر تبقى تدي الظرف ده لإلهام خطيبتي في حالة ما إذا. يا جدع ما تترجاكش، من وكل من وز أم صابر مرة لا يموت بالمرة. كمان النهاردة بيقول رحلة موفقة وسعادة مع جنس الآخر. أنا هخليه معايا وإن شاء الله هترجع بالسلامة وهتسلمه لها بنفسك. ربنا يسمع منك يا رب. أنت بتجوزهاش ليه؟ ما عرفتش أحل الحسبة. حسبة إيه؟ قعدنا مع بعضينا وفكرنا كويس ومسكنا ورقة وقلم وحسبناها كويس، إن مرتبنا يكفينا لآخر الشهر إحنا وأهلها ما أمكنش. خالص؟ خالص، حتى العقل الإلكتروني شخصياً فشل في حل حساباتنا. يبقى العقل الإلكتروني ده ما بياكلش وز. حطينا المعلومات بتاعتنا، دخلنا ومصروفاتنا المتوقعة، طلبنا منه نوفق بينهم. قعد ينور ويطفي ويدكتك ويدكتك. في الاخر
علينا ورقه قد كده اهو مكتوب فيها والنبي بلاش الظرف اي. يعني باختصار كده غلب حمار. وهي دنيا بنتولد فيها من غير ما حد ياخد راينا ونعيش ونموت ما نعرفش ليه. تعرف انت صابر؟ لا. تعرف انت؟ المهم على قد ما نقدر نخلق من العمر ده حياه حلوه. حياه حلوه العنوان على الظرف. هي بتشتغل في العقل الالكتروني بتاع المؤسسه. لونها قمحي واميز ما فيها عينيها طيبين والكحل مخليهم حلوين. نادر عليا دستتين شمع للسيد البدوي. أنا عارف إن كل شيء عندك مكتوب، إنما أعني أربع دست شمع يا رب. الحمد لله على السلامة. مال مال فين سمير؟
نراجع حساباتنا تاني. اولا ما كناش متوقعين انهم يضربونا واحنا فوق دشمتهم. ثانيا احنا اخترنا انسب وقت لينا، ليله مظلمه القمر فيها هلال مع تمهيد حاسم من مدفعيتنا. كل ده صح من الناحيه النظريه، انما عمليا ثبت انه اكبر غلط، لانهم في ظروف زي دي يبقوا متوقعين اننا نهجم. المره دي هنختار الاحتمال البعيد جدا، الوقت الغير متوقع ابدا، والاسلوب اللي غير مألوف، عشان تبقى المفاجاه كامله للعدو. هنعبر بدون تحضيرات سابقه من المدفعيه، وفي ليله غير مظلمه، ممكن والقمر بدر. ده يبقى انتحار يا فندم. كله مكتوب. ومن دلوقتي لحد ما تيجي ليله العبور كل الوقت هنقضيه في دراسه وتجهيز المهمه، وهندرس تفاصيل الموقع بحيث نبقى حافظينه تمام. والعمليه دي انا بنفسي اللي هقودها، وقبل كده اللي عاوز ينزل اجازه هنزله. اهي الاجازات دي كلها على دماغ الوز. انا محتاج ليوم زياده يا فندم، عندي رساله لازم اوصلها. خساره يا سمير، خساره. مسكينه خطيبته. النهارده سمير راح، بكره من عارف، يمكن يروح محمود او ماهر او صابر او انا. اخفى عليك، بلاش السيره دي. وماهر كل شويه بيسالني انتوا ما بتتجوزوش ليه. ومحمود مراته ولدت. على وشك. شوفي شوفي الحرب بتعمل ايه في الناس. كم الف شاب مأجلين جوازهم لبعد الحرب، وكم الف بنت منتظرينهم يرجعوا او ما يرجعوش، ده غير الوقت والفلوس والطاقات المجمدة. جيل بيغلط وجيل بيدفع الثمن. زعماء اسرائيل بيقولوا ان خط بارليف اللي بنوه لا يمكن اختراقه. يقولوا وان دشامهم حصينه جدا ومنيعه جدا. بتفكر فيا وانت في الجبهه. ليه السؤال ده؟ بيقولوا ان البعد بيغير الناس، وانه ممكن يخلي واحد من الاثنين يراجع نفسه ويكتشف ان شعوره ناحيه التاني مش حب. امال ايه؟ جايز صداقه، جايز الفه، عشره. لا انا بقى كل دول زائد الحب. يا سلام، القمر جميل قوي الليله دي. انا ولا قمر 14؟ قمر 14 كله صخور وبراكين وخطر وموت، وبتوع الفضاء بيدوسوا عليه بجزامهم. انا قصدي قمر 14 زي ما كانوا الشعراء زمان متخيلينه. ما كانوش عارفين الحقيقه. طيب طيب، بس في شبه واحد بينك وبين القمر. القمر بينور الليل وانت بتنوري حياتي كلها. يا سلام، ده انت بقيت شاعر اهو. احب عينيك وابتسامتك وضحكتك. Thank you.
قوم نام يا صابر. شوية كتير. انت مش فاشل يا صابر، مسافر. هنام في القطر. من المغربية وانت عمال تبص للجمرة. يجيلك لطش، عقلك ينخبل. ياما لطش ايه وخبل ايه؟ ضيع قلب امك وبطل بص للجمر. طيب طيب. بعد منتصف ليلة أمس قامت دورية من قواتنا بعبور قناة السويس واقتحمت بالنيران والسلاح الأبيض موقعا للعدو، وقد تم الاقتحام في صمت وتم القضاء على جميع أفراده وعلى تدمير الموقع بجميع تجهيزاته ودشمه، وقد استشهد من قواتنا 7 جنود هنا القاهرة. خسارة يا سمير، خسارة. مسكينة خطبته. النهاردة سمير راح، بكرة من عارف، يمكن يروح محمود أو ماهر أو صابر أو أنا. صدقيني يا نبيلة، أنا حاسس بيكي، بس طبعا لما الحرب بتطول بنفضل نسمع كل يوم عن مجرد سمع عن الناس اللي بتموت، بيجي وقت للناس دول بيتحولوا في حياتنا لمجرد أرقام. بنقول عدد ضحايا أو شهداء النهاردة 3 أو 7 أو أي عدد. دوامة الحياة قليل جدا مننا اللي بيفكر إن اللي مات ده كان إنسان له حبيبة أو أم أو أب أو ابن، وإنه تعلم وتربى وتعب وجايز كان هيكون له مستقبل كبير جدا لو عاش. لغاية المأساة ما تخش حياتنا والرقم اللي مات ده يكون واحد نعرفه، ونعرفه معرفة حقيقية، معرفة شخصية زي ما حصل معاك. مجدي عمره ما هيكون مجرد رقم. جميل منك وفائك لمجدي قوي وطلبك عمل موضوع عنه. أنا كصحفي ده في رأيي موضوع مهم، خصوصا إن العملية اللي اشترك فيها كانت هي المنشط بتاعنا من كام يوم، بس أنا خايف إنك تخلطي بين شيء خاص بيكي وبين عملك. لازم أبتدي التحقيق ده حالا. طب نستنى كام يوم لغاية ما أعصابك تكون ارتاحت شوية. شوف يا نبيلة، الحياة هتعلمك إن مفيش حاجة تخلي الدنيا تقف أبدا. ممكن 1,000,000 واحد يموتوا وتقف حياتهم في ثانية، وبرضه الدنيا ماشية والحياة ماشية، ما تبصش وراها أبدا. وهي دي هي دي مأساة الإنسان. نبيلة، اللي راح راح، لكن انت عايشة، اهتم بنفسك ارجوكي. مش ممكن انسى الناس دول، مش ممكن. لازم الريبورتاج يتم. الاستاذ ماهر. اما انت عيلة صحيحة. متشكرة. لا عالم بالحال، وانا يا امي بصحة جيدة وفي احسن حال. كنت سحبتهم كده ودخلت عليهم من هنا، فاتتنا دي يا سياده الفريق. يا شقية بطلي بقى. اهدي اهدي. استاذ ماهر. ايوه يا فندم. نبيل عويس. اهلا يا فندم، اتفضلي. المدام. اهلا. اتفضلي اتفضلي. عنوانك كان في نوتة مجدي، سألت عليك الجيران قالوا لي انك هنا. اهلا يا فندم. في الحقيقة انا في الاول افتكرتك عضو جمعية نسائية من اللي بيجوا يزورونا، لكن ما لقيتش معاكي هدايا ولا حاجة، ف واحدة منهم قصدي منهن بصت لإيدي قلت لها ده مش من الحرب، ده
من مراتي. جيل بيغلط وجيل بيدفع الثمن. احكي لي بقى. وبدأنا العبور والقمر كان بدر، قمر مدور، قمر 14 قمر العشاق. شوف كم واحد دلوقتي بيبوس عشيقته. ايوه. Thank you.
ده كل اللي شفته. في زملاء جم زاروني بس ما اتكلمناش عن الحرب خالص. روح لمحمود تلاقيه في مديرية التحرير دلوقتي. مديرية التحرير؟ وبعد كده تقولي لي اسكندرية وأسوان و و لا لا مش ممكن. أنا بعد اللي شفته النهارده لازم أكمل موضوعي. مش قادرة أنسى اللي شفته في قسم الحروق ولا ضحايا النابالم. مهم جدا إنك تزور المستشفى. تعرفي انت بتفكريني بنفسي زمان وانا في سنك، عشان كده انا بحبك. تصوري انا كنت زمان كنت زيك كده. ودلوقتي الدنيا بتغير الواحد مننا. انت لسه صغيره والايام هتغيرك. أنا مش قادرة أفهم إيه حكاية الخبرة والسن دي اللي دايما بتتكلم عنها. هو الإنسان بشهادة الميلاد؟ ياما ناس كبار في السن ولسه شباب في أفكارهم وجرأتهم. برتراند راسل كان عنده 80 سنة وكان بيقود المظاهرات ضد العدوان الأمريكي على فيتنام وضد العدوان الإسرائيلي. أنت ليه اتغيرت عن زمان يا أستاذ راجل؟ يمكن علشان أنا اتهمت كتير يا نبيلة. أنا آسفة إذا كنت. لا لا، في الفجر العربية هتاخدك مديرية التحرير. مع السلامة. متشكرة. Thank you.
بطل عرفت توقعني يا بطل. بطل عرفت توقعني يا بطل. بتفكريني بنفسي زمان وانا في سنك، ويمكن عشان كده انا بحبك. فاكرة يا نبيل واحنا صغيرين كنت بعكسك في الحته دي؟ بحب عينيك وضحكتك وحنانك. بس يا حبيبي بس بس بس. شرفتي. متشكرة قوي. بس يا حبيبي. ايه بس مالك؟
ده اللي حصل. على رأي شلبي مكتوب طلقة الهون الأولى قتلت سلامة فوق الدشمة، والتانية انحرفت بالظبط كسرت إدمار. سبت صبر مع مجدي قدام الدشمة ومشيت عشان أرجع بعوض. مندوباتنا تساهم في مساعدة المهجرين، الجريدة تساهم في أكبر عملية إنسانية. شوفي كده يا ماما. مالك في إيه؟ أنا ما كتبتش كده، ما كتبتش كده. إيه؟ أديلك موضوع عن مليون مهجر غربتهم الحرب، تركنوا عشان تنشر الصور المزيفة دي. نبيلة أنت بتقولي إيه؟ بقولك اللي بتعمله ده تهريج وتزييف للحقيقة. كده؟ مفيش سفر للصعيد. هسافر على حسابي، حتى لو رفضتني. كنت تعالي من كام يوم، ده انا اجازتي تخلص الليله دي. ابقي خليكي قاعده قد يومين كده مع عمي خالتك ام صابر. متشكره، كتر خيرك. بقي عاوزه تعملي موضوع للجورنال؟ ايوه، اكون شاكره لو كملتلي الحكايه. ومستعجله على ايه؟ ما لسه بدري. متشكره. دي الوز زيها، يبقى امي حتاكلك وز. اتفضلي اتفضلي. انا قريت كل اللي كتبتيه في الجورنال. مجدي كان بيحكي لي عنك كل حاجه. احكي لي بقى. قلت انك كنت في مديريه التحرير. ايوه، اول امبارح. زي محمود. كويس، بنته زي القمر. القمر. مش قوي ولا مجدي. ها؟ اذا انا مت انت ما تبقاش تزعل نفسك. يا لا. Thank you.
مكتوب يا مجدي. اساسا على مجدي، انما احزاني انا بتشمل مجدي وسمير وغالب وكل شهيد من جنودنا. هتسمي عنوان الموضوع ده ايه؟ عمليه القمر. هي عملية القمر الناجحة دي أنا شخصيا بعتبرها مش أكتر من تدريب عملي بالدم على اقتحام إحدى دشم خط برليف استعدادا ليوم العبور العظيم. يا فندم لما الوز بتاع امي كان هيخلص. Thank you.